Sao? بيقولوا ده اجتماع لمدارس الاحد والكبار حشر بنفسهم كده. ده صحيح يعني؟ طيب برضه الكبار دول مدارس احد تأثر رجعي. كانوا تلامذة في مدارس الاحد، كانوا مدرسين. بتوع مدارس الاحد يقولوا اي جزء من البرنامج بتاعهم كده على بال ما نفحص الاسئله. ايه الملايكه الحلوين دول؟ ايه الملايكه الحلوين دول؟ These holy and beautiful angels. صحيح ما بيكتبوش موسيقى. انا مبسوط منكم، اي ام فيري جلاد.
You are angels. Mikhail, Gabriel, Mikhail, Surya. Raphael. Quais? Do the angels live in the heaven or here on the earth? Al-Malaika في السماء بس ولا في السماء وعلى الأرض؟ عارفين إيه؟ الملائكة في كل مكان. عيل صغير يكون ماشي تلاقوا الملائكة حواليه. يجي يقع الملائكة تقومه. يخاف الملائكة تقف جنبه. دايما كده ربنا يبعت ملائكة للعيال الصغير، أنتوا ما تشوفوهمش لكن هما بيكونوا معاكم. العيال هيستحلوا القعدة يفضلوا قاعدين هنا. هو مفيش غير دول؟ تاني؟ دي مكسوفة خلاص تاني. وحشتنا 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 يا سيدنا تعلم من كل قلبنا يا بابا شنودة وحشتنا. ده انا هروح مصر واقول انتوا اللي وحشتوني. ياللي دايما صلاتك راحة لكل القلوب وانا واحد من ولادك تايه بين الدروب. ياللي دايما صلاتك راحة لكل القلوب وانا واحد من ولادك تايه بين الدروب. أرجوك صلي عشاني أسمع للي فداني وطريق الأولاني أنسى وارجع وتوب أنسى وارجع وتوب. أنت أبويا الحنين أنت القلب الحنون كل الأتعب تهون. أنت أبويا الحنين أنت Ele e Sunimas, o Seus, o Patir, o Pantocrator, o Psei Santinugum, Shupnon, Amin. Let us say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Amin. لا شك أن هذا اليوم من الأيام المنيرة المعدودة في تاريخ الكلية الإلكترونية في جيرسي سيتي. ولما سيدنا البابا يتعطف علينا باستمرار كده ويجي ويسأل دمان تملي عن دروس الإلكترونية نشعر بشعور قوي جارف بمدى اهتمامه بالتعليم الديني وبينا نحن جميعا. مهما عبرنا لا نستطيع أن نعبر عن المحبة الكبيرة التي في قلبه وعن المحبة الكبيرة التي في قلبنا من نحو. فربنا يعطيه القوة والصحة
ويحافظ عليه ويديمه لنا سنين عديدة وأزمنة سالمة. وصحيح أن احنا مش مفروض نبقى زي الأمريكان، لكن بس لحظة واحدة عايزين نبقى زي الأمريكان ونحيي سيدنا بالتحية الأمريكانية بتاعتنا. For this reason, we may take John 17. Verse 8. About Adam and Eve. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden. How God walks. Can you understand it from the divine point of view? How God walks. God doesn't walk at all, because he doesn't move from a place to another. Moving from a place to another, that means he left a place while God doesn't leave any place. باللغة هنا هل اللاهوت يعرفه بإيه باللغة هنا يتعمل له امتحان تكميلي ويشوف ايه مستوى اللغة في الكتاب. ما فيش معنى. او ممكن يقدم على ماستر هنا، بس السنة الاولى من الماستر تكون سنة اعدادية للماستر ياخد فيها بعض معلومات باللغة الإنجليزية، أو ياخد في يعني ممكن أنا أقدر أوضع منهج معين للسنة دي البريباراتوري بتاعت الماستر للي تخرجوا من مصر، بدليل إن في ناس بيتخرجوا من مصر وبيخشوا كليات هنا يدرسوا الدكتوراه مباشرة. نعم.